أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وبه أستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نكون بفضلها وبركتها يوم الفزع الأكبر من الآمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الهادي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي ومشاهدات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، ها نحن نلتقي من جديد حول هذه المائدة التي اعتدناها والمسمات جولات الألباب في معاني الكتاب. وقبل أن نتطرق إلى ذلك، لا بد أن ننصت خاشعين للاستماع إلى آيات بينات من سورة يوسف عليه السلام. تلكم السورة المكية التي تخاطب في الإنسان العقل والوجدان، فلا بد أن نستمع إلى حافظات مجيدات أكرمهن الله بحفظ القرآن، وهن يحفظن القرآن، اللهم افتح علينا وعليهن. فلنستمع إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لنا الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه،
نفسه قد شغفها حبا إنا لنرى في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما صدق الله العظيم. فتح الله عليكم. بعد أن استمعنا إلى هذه القراءة المباركة نربط السابق باللاحق. كنا في الحصة السابقة تكلمنا عن قول الله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبلين فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبرين فكذبت ومن صادقين. فلما سمع العزيز هذا الكلام إما من رجل خبير في الأمور أو من صبي أنطقه الله عز وجل، لأن بعض العلماء يقول إن من الصبي الذين تكلموا في المهد قبل بلوغ سن التكلم منهم هذا القائل لهذا الاقتراح. فلما رأى العزيز القميص مقدودا من الخلف التفت إليها وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هاي المتكلمة واحدة وصاحبة الأمر واحدة، لكن الزوج خاطبها بالجمع إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وسكت عند هذا الحد والتفت إلى يوسف البريء حيث تبينت براءته بالدليل القطعي. لما دافع عن نفسه دافع معه القميص الذي أثبت براءته. هذه مرتبة القميص الثانية. قال له يا يوسف أعرض عن هذا الحدث، هذا الحدث كأنه لم يقع، أعرض عن هذا، أكتم هذا، لا تحدث به، لا تتحدث به، لا تهتم به. يوسف أعرض عن هذا، هذا الأمر خرجوا، لا تحدث به، لا تهتم به، أمر عارض زائل سيزول. الواقعة وقعت ولم يحضر أحد، لكنها انتشرت وأصبحت خبرا مستفيضا. الزوج لما أوصى يوسف بالسكوت عن هذا الأمر أمر السيدة بالاستغفار، قال واستغفري لذنبك، أنت مذنبة لأن الفعل لم يقع. فهذا هاو، لكن القيل والقال كين، لكن الفعل غير متحقق.
ولهذا قال لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والخطأ في الشيء وضعه في غير محله. بدأت القصة تتداول في المجالس، ما من جماعة من جماعة النساء اجتمعنا إلا بدأنا يتحدثنا في قصة هذه المرأة مع غلامها. قال الله: وقال نسوة في المدينة، الموجود في هذه السيدة، امرأة العزيز تراود فتاها، يعني الخادم. هذه السيدة سقطت قيمتها في نظر النسوة، ولهذا عبنا عليها الفعل. خدامها اللي كانت آمره وطيحة تصبح هي راغبة فيه، هذا ما كان معروف، لأن الناس الأكابر كلهم كانوا عندهم الغلمان، عندهم العبيد، ولكن الزوجة في البيت هي سيدة الموقف، لا تتنازل ولا تنحط إلى هذا القدر الذي انحطت إليه هذه السيدة. فمن أجل هذا كثر الكلام فيها من قبل النسوة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا. لماذا أدخلت هذا الغلام إلى وسط قلبها حتى سكن فيه فأصبحت لا تشعر بأفعالها؟ ولذا قالت قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين، أصبحت تعمل بغير عقل. هذا الضلال، هذا التلف، هذه الخسارة. ما كان لسيدة ربة منزل، سيدة حاكم المدينة، أن تتنازل وتدعو غلامها لشيء خسيس. هذا لا، إنا لنراها في ضلال مبين. ضاقت بها الفضاءات هذه السيدة عندما انتشر خبرها وأصبحت عرضة للغيبة والنميمة في كل مجلس من مجالس النساء، فبدأت تفكر في حيلة تسقط فيها النسوة لا يتكلمن فيها. لابد للدفاع عن النفس أيضا، رغم أنها ظالمة وأنها تسببت فيما قيل فيها بيدها، لكن كيف تخرج من ورطتها؟ لأن الإنسان هو مجبول على التفكير في الخروج مما وقع فيه. طيب، بدأت تفكر إلى أن وصلت إلى حيلة، طلبت من زوجها أن يأذن لها فيها. قالت: سأدعو النسوة لحفل تكريمي لهن. فلما سمعت بمكرهن، ما هو المكرهن؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، دوى الشيء اللي وصلها، غير العيالات عدود جارات زيان، غادي نجازيهم وغادي نوريهم شكون انا، شكون يوسف، حتى يدخلوا سوق روسو، غادي نوريهم ملي يجربوا غادي يعذروني، او هذيك الساعه يزيدوا في الكلام، ملي يشوفوا غادي يجربوني، واش انا مقهوره او غير ظلمت ودرتك. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، أي دعتهن لمجلسها، وأعتدت لهن متكئا. والمتكأ هو الشيء الذي يعده رب المنزل لضيوفه الذين يدعوهم، هيأ لهم
ما يتكئون عليه حتى يحصل لهم الأكل والشراب. لكن هذه السيدة كانت حكيمة، لأنها كانت تراقب إحكام يوسف لأفعاله، فأصبحت رغم أنها تحكم الفعل ناقص، تفعل الفعل ناقص. هنا في تجربة النساء اختارت الموس، العسل، سفرجل. سفرجل هو أصعب حاجة في التقطيع، أصعب حاجة هو السفرجل يكون مطيبش، أنه قاسي جدا. ثم ها العسل، ها السفرجل، ها الموس، هو الغلام، ها هو إن شاء الله غادي يخرج. كل واحدة من اللي يوصل عندها بسرعة تقطع صديا من هاد السفرجلة وتغمسها لي في العسل وتعطيها لي كلها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت يا يوسف أخرج عليهن. تعالى تعالى، بدأنا في انتظار خروج يوسف عليه السلام. لما خرج يوسف على النسوة، الدليل على تشريف يوسف في القصر هو أنه غير معروف عند نساء المدينة، كأنه كان مخدوم ولم يكن خادما. ولذا شوفوا سر كبير في القصة هذه، من عادة الغلام والمسخر ديال الدار كيكون هو المعروف عند الناس كاملين على أولاد المنزل. ولكن غريب أمر يوسف هنا، فلما رأينه أبصرنه بأعينهن ووقعت أعينهن على يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. بدل من تقطيع ما أمروا بتقطيعه صرنا على أيديهن يقطعهن، وكل واحد كل واحدة منهن تقول حاشا لله حاشا لله، باش يكون هذا بشر؟ أبدا أبدا أبدا، هذا ليس ببشر، هذا من الملائكة سيدتها، شهادة شهادة. وإذا كان من الملائكة وضفتوه للملائكة، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من قبل الله. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذه الصورة تخاطب العقل، لأن العقل في حاجة إلى تأمل الواقع في الصورة. ها هي عيالات ما عرفوا الملائكة وما عرفوا صورة الملائكة، لكن لما رأوا حسن صورة يوسف عليه السلام افتتن بها، خرجوه من حيز البشرية إلى حيز الملائكية. لكن كيف استدلوا على أن الملك جميل؟ لأن الإنسان في التصور دياله كيظن الحاجة الجميلة هي أجمل من قول الواصف، والحاجة الدنيئة هي أدل وأدنى من كلام الواصف. ولهذا لما خرج عليهن يوسف عليه السلام أبهرهن جماله وبرأنه من البشرية. فهاي السيدة ترجع إلى النسوة باللوم وتقول ايوه فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم اصحاب الكلام، ثم اللي قويتوه، ثم اللي قلتوا تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا
إنا لنهر في نراها في ضلال مبين. أين وقعتن أنتن؟ هل وقعتن في ضلال مبين أم بقيتن في صوابكن؟ طبعا لا، فقدنا صوابنا، افتتنا به. والمناسبة إن يوسف عليه السلام أعطي نصف الحسن، لكن هذا النصف في الحسن لم يكن مغطى بل كان ظاهرا، فما من امرأة رأت هذا الحسن في وجه يوسف إلا عشقته وافتتنت به، وهو لم يلتفت إلى امرأة قط. سبحان الله، الله أعطى لي يوسف الجمال ورزقه مع الجمال التبات، أعطاه الجمال وأعطاه الحياء مع الجمال من الله لا من الناس، وهدي الكرامة وإلا فلا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله في الحسن 100%، سيدنا يوسف نصف جمال سيدنا رسول الله، لكن الجمال ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عليه الهيبة والجلال، لا أحد يقدر أن يدقق في وجه رسول الله، كان هناك أنوار مانعة للرؤية في وجه رسول الله يرى، لكن الإنسان يتحقق من وجه رسول الله تحقق بليغ. ولهذا ما افتتنت امرأة برسول الله رغم أنه زائد 50 على يوسف، والدليل والساتر هو جلال الله المحيط بجمال رسوله صلى الله عليه وسلم. هاي السيدة تقول فذلكن الذي لمتنني فيه، والآن أعلنها جهرة أمامكن، ولقد راودته عن نفسه أنا فاستعصم، كان عصامي، والآن هو يسمع أنتن تسمعنا، لئن لم يفعل ما آمره إلا ما يطيعنيش لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، إلا ما طاعنيش غادي يمشي للسجن ويكون حقير وما ليه قيمة وما ليه كلمة وما ليه ملي. هذا كله هددت به وهددناه ورغبناه وقلنا لو أطع مولاتك. ويوسف عليه السلام راسم خطه الذي يمشي فيه، والله عز وجل حفظه بعصمته ورزقه التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.